بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهارده مكملين في برنامج الاورجانيك، نديك تفاصيل عامه كده عن الموضوع، وان شاء الله الفراخ دي هبيعها النهارده، وخلال 5 ايام هنزل لك مجموعه فراخ، هقسم لك المكان نصين، نص هحط لك فيه 50 فرخ بدون اعشاب، ونص تاني هنستعمل فيه برنامج الاورجانيك وبرنامج الاعشاب بتاعنا انك هتوصل لاعلى الاوزان. بص كده على الشاشه، عمرها النهارده 30 يوم، والاوزان زي ما انت هتشوف كده، الميزان بتاعي اهو، هصفر الميزان زي ما انت شايف كده، صفرت الميزان بتاعي، هجيب لك اي فرخه عشوائي واوريك عند الموازين عمر 30 يوم عامل ازاي. ادي فرخه اهي قدام منا يا جماعه، عمر 30 يوم 2 كيلو وربع. ازاي توصل؟ بس عشان وقت الفيديو بس ما انا اتصل لحضراتكم، ازاي انا وصلت الاوزان دي؟ من خلال ان انا عامل برنامج رعايه محترم جدا، وعامل برنامج اعشاب بشتغل بيه من عمر يوم، ان انا اوصل لاعلى النتائج، والنتائج قدام منك على ارض الواقع. في فيديو النهارده مختصر لك بقى الحلقه سريعا كده، حاجه اسمها باور فيتا. باور فيتا ده لو جينا كده نجيب الازازه كده ونبص عن التركيب، عباره عن فيتامين ألف، فيتامين د، فيتامين ه، فيتامين ك، ب1 ب2 ب6 ب12 واحماض، والديكلازورين. الديكلازورين ده يا جماعه اخر اللي هو القبل الاخير ده مضاد للكوليستيريديا، ممتاز جدا، بيعالج للكوليستيريديا. ولكن يا دكتور احنا شايفينه ببخاخه زي ما انت شايف كده، ده انا استعمله ازاي ابو بخاخه ده؟ وهل ابخ منه مع الميه كده ولا هبقى في العلف ابخ عليه؟ التفاصيل الكامله ده هقولها لك دلوقتي، بس بعد ما سمعني كده ايه الصلاه على سيدنا النبي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. دي اعشاب اورجانيك هتدي معاك اوزان عاليه جدا بحاجات طبيعيه زي ما انت شايف، بس كل الفكره ان احنا نشغل دماغنا ونشوف ايه الحاجات الحديثه الجديده اللي توفر معايا في التكاليف. تلبيه الفراخ النهارده مكلفه جدا، فالشاطر فينا واللي بيكسب فينا اللي بيوفر في العلف عشان يطلع اوزان عاليه. انا تقريبا النهارده عمري 30 يوم، متوسط وزن الفراخ عندي 2 كيلو و400 جرام، وفراخي اكله 3 كيلو و200 جرام بالظبط، والنهارده كده بالظبط، ولسه اليوم ال 30 مخلصش، يبقى فراخي سابقه العمر بتاعها في الوزن وموفره معايا في العلف من خلال ان انا بشتغل ببرنامج اورجانيك يعلي معايا كفاءه التحويل، يبقى الموضوع اسهل ما يكون. كل الفكره وكل التفاصيل الكامله هشرحها لك في فيديو النهارده بعد ما تسمعني كده الصلاه على سيدنا النبي. اتمنى من كل قلبي تنزل في الكومنت تحت الفيديو تسمعني كده الصلاه على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعرفك بنفسي، انا محمد رضا طبيب بيطري، غرض الارتقاء بتربيه دواجن، واعلمك تربيه الدواجن الصح ايه من الالف للياء. عزيزي المشاهد، الباور فيتا ده يا جماعه عباره عن زي ما قلت لك خلاصه من الفيتامينات. هي لازمه الفيتامين اصلا بصفه عامه ايه؟ لازمه الفيتامين بصفه عامه انه بيخش في عمليات التمثيل الغذائي. اللي مش هيعرف يعني ايه تمثيل غذائي، يعني الايض الغذائي، يعني عمليات البناء جوه جسم الفرخ. جسم الفرخ ده فيه عمليات بناء، اللي هي بناء اللحم والعضلات والسرد والورك، عشان اوصل لاوزان عاليه. الفيتامينات الموجوده في الفاي فاكتور بتخش بدور رئيسي جدا في انها تسرع عمليه التمثيل الغذائي، وانها تنشطها باعلى جوده واعلى كفاءه عشان اوصل لاعلى وزن. زائد ان في ماده اسمها الديكلازورين، دي مضاد للكوكسيديا، فبالتالي الاسهالات عندك هتقل. الحاجه الثانيه مهمه جدا وانا بعتبرها طفره في الباور فيتا النهارده، وهي ان الباور فيتا بستعمله على علف ليه؟ وده اصلا العلف الطبيعي ان بيبقى فيه العناصر دي ومكتوبه على الشكاره نفس الكلام ده. المشكله يا جماعه ان الفيتامينات بتتكسر بالحراره. العلف اللي قدام منك الصوابع ده بيبقى عباره عن بودره، والصويا مع دشيشه مع رده كلها ناعمه بودره، بتخش في حاجه اسمها المكبس. المكبس ده بيرفع درجه الحراره بسرعه عاليه جدا، فبالتالي العلف او بالتالي حبات العلف بتسخن قوي علشان تتحول لصوره صوابع زي ما انت بتشوفها. فالكلام ده وهو بيحصل هنا حبات العلف ومكوناته بتتعرض لدرجه حراره عاليه، فبالتالي الفيتامينات اللي فيه بتتكسر، لان اي فيتامين في الدنيا بيبقى حساس لدرجه الحراره، فبالتالي اثناء عمليه الكبس الفيتامينات بتتكسر. فانا بقى برجع اعيدها تاني وبخها على علف عشان اوصل للنتائج عاليه. وفعلا المصانع اصلا في البلاد بره بيعملوا كده، بيكبسوا العلف، بعد ما يكبسوا العلف بيفردوه ويرشوا عليه الفيتامينات بتاعتهم. والباور فيتا طبعا الشركه بتاعته عامله جميع الاحجام، عامله حجم صغير جدا زي ما انت شايف، وحجم اكبر فاكبر فاكبر، يعني بيستهدف كل اللي بيربي 50 يشتغل، اللي بيربي 100، اللي بيربي 200، يبقى الموضوع اسهل ما يكون. وارقام الشركه هسيبها لك في اول كومنت تحت الفيديو، تواصل معاهم عشان تشتري منهم المنتج، ولو عرفتهم انك جاي من عند دكتور محمد هيعملوا لك خصم كويس جدا. كل الفكره بنحاول نشوف ايه الحاجه الجديده طفره في المجال لتوصل معاك اوزان عاليه باقل التكاليف. هدفي في الاخر انك توصل لاعلى وزن باقل التكاليف عشان تزود ربح. يعني اللي عايزك تعرفه ان فيتامين الف ده مهم جدا، ان الفراخ عندك تشوف كويس عشان تاكل وتشرب، مفيد عندك انه في نمو الريش، مفيد عندك كمان في الاغشيه وتجدد الخلايا،
الخلايا اللي جوه جدار الامعاء عشان اوصل لكفاءه جهاز هضم عالي جدا، ولو لا قدر الله عندك اكسده وكوليستيريديا تقل عندي ونشاط هيقل. الحاجه الثانيه عباره عن فيتامين د 3، ده مهم جدا للكالسيوم وامتصاصه، ومهم جدا في تكوين العظام بتاع الفرخ. هتلاقي عندك عظم الفرخه كويس مفيش كساح، شاسيه الفرخ بتاعك عريض يشيل معاك اعلى الاوزان. نيجي للثالث حاجه معايا، وفيتامين بي 1 اللي هو الصايمين، ده يا جماعه مدلي دور فعال جدا في الجهاز العصبي ان نشطه، فبالتالي هيقلل لك عمليه ايه اللي الفراخ تبرك والمفاصل تورم وكساح. رابع حاجه معايا وهو فيتامين 2، ده مهم جدا بقى يا جماعه في حدوث النمو، مهم جدا في عمليه التمثيل الغذائي وان يحصل عندك نمو للفراخ بتاعتك والفرخه تكبر في الحجم وتسبق العمر بتاعها. عشان ما اطولش على حضرتك، وفي عباره عن فيتامين بي 12 اللي بيخش في خلايا الانقسام. يعني ايه خلايا انقسام؟ ما اللحمه دي عباره عن عضله محتاجه تكبر، فيتامين بي 12 بيساعد في الموضوع ده. خلاصه الموضوع بس عشان ما اطولش على حضرتك، بستعمله ازاي واشتريه منين، وعرفنا كده ده عباره عن ايه وفايدته ايه والنتائج على ارض الواقع قدام منا. طب الحاجه الاخيره معاه بقى اجيبه منين؟ ارقام الشركه اللي بتبيع البايو فاكتور والباور فيتا والعلف السيد اللي انا كنت اتكلمت عنهم هسيبها لك في اول كومنت تحت الفيديو، هتلاقي اول كومنت مثبته لك حضرتك فيه ارقامهم، اتواصل معاهم ويعملوا لك خصم كويس جدا عشان توصل لنتائج ممتازه وعلى ارض الواقع. استعمله ازاي يا جماعه؟ هنيجي كده بخاخه اهي معايا، طبق ده كيلو علف، فبخ دي بخه اهو، وقلب بخه ثانيه اهو زي ما انت شايف، وقلب بخه ثالثه كمان، وقلب، يبقى انا كده بخيت ثلاث بخات. الثلاث بخات يا جماعه عباره عن سنتي، انا بستعمل ثلاث بخات على الكيلو، يعني سنتي على الكيلو. ده هيعمل لي ايه؟ ده هيقلل لي نشاط الاكسده والكوليسترول ويوصل الاوزان وكل الحكايه اللي قلنا عليها. طريقه استعماله سهله وبسيطه جدا، كيلو علف زي كده وتدخ عليه وتستعمله للفراخ، استعمله من عمره يوم عادي جدا، هيعلي معاك كفاءه الجهاز الهضمي وبالتالي اوصل لوزن عالي وازود معايا نشاط وحيويه ومناعه الفراخ بتاعتي. ارقام الشركه سيبها لك في اول كومنت. يلا مستني ايه؟ سمعني بقى كده الصلاه على النبي وتعمل لايك جميل الفيديو، والاحسن من كل حاجه يا جماعه ننزل كلنا كده نصلي على النبي في كومنت، ده افضل تشجيع واكبر دعم ممكن تقدمه ليا انك تنزل في كومنت تصلي على سيدنا النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.